الفقري والكسور، والكسور دي أصعب حاجة، يعني بتبقى مؤلمة بشكل كبير جدا جدا جدا. الكسر ما بينتهيش بأنك أنت بتشيل الجبس، لا أنت بتحتاج علاج طبيعي. ودايما المكسورين أو اللي عندهم كسر الحقيقة أو عندهم مشكلة في العمود الفقري بيبقى العلاج الطبيعي أزمة غير عادية بالنسبة لهم، أزمة غير عادية فعلا، حرفيا كده أزمة غير. ليه الآلم؟ طيب هل في مستحدثات جديدة للعلاج الطبيعي؟ طيب هل هناك وسائل أخرى بدون ألم؟ طيب أنا هتألم شوية بس النتائج ما هياش سريعة، هل بتختلف من طبيب لطبيب ولا دي دراسة ولا إيه؟ معنا معكم دكتور سالم محروس وتفاصيل أكتر. أهلا وسهلا يا اهلا دكتور. وسهلا بحضرتك. الناس مساء بتخاف النور. منكم ليه يا دكتور؟ والله ده سمعة غلط متاخدة عننا. فعلا لفترة طويلة كان العلاج الطبيعي بقى مؤلم، وبالذات بعد الكسور نتيجة التيبس اللي بيحصل فيها ونتيجة التليفات اللي بتحصل بالذات لو في مفصل. وفي العادة فترة علاجها بتبقى طويلة جدا، وفي كتير ما بيجيبوش النتائج المرجوة. وللأسف كان لفترة طويلة كان مضطر أخصائي العلاج الطبيعي إن هو يشتغل بشكل بيبقى ممكن نقول عليه عنيف شويه، فبيسبب الم عشان يعرف يجيب مدى حركي. بس الكلام ده الحقيقه ان هو خلص من فتره طويله، يعني فعلا. بطل يحصل طب في دلوقتي. اجهزه حديثه مثلا؟ اجهزه وابحاث منعت الكلام ده. طيب يا دكتور عايزه اقول لك على حاجه، العلاج الطبيعي بالميه تحت الميه مش اسهل؟ العلاج الطبيعي احنا ممكن نقول ان كل شكل من اشكال العلاج الطبيعي بيبقى ليه دور معين لناس معينه. فطبعا العلاج الطبيعي المائي او تحت الميه هو بيسهل علينا ان احنا نقدر، كتير بيسهل علينا حاجات معينه في ان احنا نعرف نجيبها لمريض عنده مشكله في الحركه، ان احنا نخفف وزنه او نسهل حركته جوه الميه. انما مش هنقدر نطبقه على كل الناس. بس لو هنيجي لموضوع او الكسور مش متاح لكل الناس كمان، يعني مش بالظبط، هو في اماكن قليله جدا وفي ناس اقل بتعرف تشتغله، لان العلاج الطبيعي المائي مش اي حد بيعرف يعمله. فبالتالي هو ليه مختصين ودول قليلين يعني. ده رقم واحد. رقم اتنين، هو مش لكل الناس، هو في العاده بيستعمل لمرضى الاعصاب بالذات يعني، او مرضى الشلل، عشان يساعدهم في حركات معينه، وناس قليله في تاهيل ما بعد العمليات. بس موضوع بقى الالم في العلاج الطبيعي والخرافه ان العلاج الطبيعي مؤلم، هو حاليا ما بقاش مؤلم، لان اولا الالم حاليا اثبت ان هو مضر. يعني احنا لو بنحاول نفتح لواحد المدى الحركي بتاعه وبنسبب له الم، فده في العاده ممكن او ساعات ممكن يدخلني في اعراض تانية احنا في غنى عنها. فعلى قد ما بيقدر دكتور العلاج الطبيعي الشاطر ان هو يبعد عن الالم ويخلي البرنامج العلاجي كله برنامج دون الالم يعني. طبعا دلوقتي في اجهزه كتيره ظهرت خلت من السهل جدا ان انا اعرف اجيب اللي انا محتاجه بدون وجع. معظم اجهزه العلاج الطبيعي بتتمحور حوالين الحراره، سواء الساع او السخن فيها، او حوالين الموجات بقى المغناطيسيه او الصوتيه او الضوء وخلافه. طبعا الحاجات دي كان زمان ليها شكل، ودلوقتي بقى لها شكل تاني خالص وليها تطور مختلف خالص في اجهزه كتيره جدا، واتطورت يعني، سواء الليزر او العلاج بالموجات الكهرومغناطيسيه، او العلاج بالصوت، الموجات الصوتيه وما دونها، او العلاج بالبروده، اتطور وصل لمراحل متقدمه قوي. فبقى بيقلل لي الالم بشكل كبير، وبقى بيخلي الدكتور قادر ان هو يمارس التمارين او التكنيكات بتاعت ان انا استعيد المدى الحركي المفصلي بدون الم، وبطريقه اسرع وبشكل فعال اكتر، ويساعدني اكتر في التئام الكسور او التئام الجروح. هل الاجهزه دي متاحه بشكل كبير يا دكتور ولا ما هيش متاحه؟ لا بصراحه عشان نكون واقعيين الاجهزه دي غاليه. يعني عشان نعرف او ان المكان يكون مجهز بحاجه زي كده، اولا سعر الجلسه بيبقى كبير، فمش كل الناس تبقى قادره تعمله. لكن طبعا في المستشفيات الحكوميه غير موجود. الله اعلم والله، في مستشفيات بيبقى فيها، وفي مستشفيات وفي مستشفيات ما فيهاش. لكن طبعا يعني في اماكن كتير في مصر وفي اسكندريه وفي القاهره لا، مجهزه على اعلى مستوى بصراحه. وفي عيادات برضو كذلك خاصه مجهزه على هو مش كل الاسر تقدر على العيادات الخاصه، الجلسه بتبقى مكلفه، بتبقى مكلفه هو جدا. طالع الراجل طالع من كسر او الست طالع من كسر، يعني مفيش دخل، يعني ما بتشتغلش، يعني ما بتنزلش، فالمسائل بتبقى صعبه شويه. والله حضرتك عارفه ان العلاج عموما على مستوى العالم كله مكلف. على قد ما بنقدر ان
ان احنا نقدر نقلل التكلفه على المريض. وعشان نكون برضو في الصوره، العلاج الطبيعي يعتبر اقل العلاجات تكلفه بالنسبه لباقي التخصصات الطبيه، من جراحه الحقن لما غيره بقى كله. بس هو بيطول، بيطول الجراحه والحقن وكل ده يا دكتور بيبقى مره اتنين تلاته، لكن هو بيطول. لو حسبتيها اللي ممكن تصرفيه في السنه على العلاج الطبيعي، مش هتصرفيه في عمليه. عشان كده دلوقتي العالم الحديث كله بيحاول يلجا ان هو العلاج يبقى تحفظي. تحفظي يعني العلاج الطبيعي او ما دون الجراحه والحقن. ليه؟ لان ده حاليا اثبت ان هو اقل مضاعفات، اقل تكلفه، احسن في التعافي. وفي العاده ناس كتير جدا ما بنحتاجش ان احنا فعلا ندخلها الحاجات التانية، سواء جراحه او بس الجراحه جراحه بعديها بتخلص بترتاح. يا الجراحه قرار صعب جدا، لكن العلاج الطبيعي مشكلته ان انا ما بحسش بنتائجه الا بعد فتره ومواظبه واصرار وبعض الالام، يعني ما بيبقاش النتائج سريعه. هو واضح ان في باد اكسبيرينس مع العلاج الطبيعي، لكن حقيقه ابدا يا دكتور هي مش 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 باد اكسبيرينس او اي حاجه، بقدر ما هي ان انا بشوف الناس وهي بتتردد بصعوبة على العيادات، لأن عندك ميعاد ولازم هتروح وجلسة. عارف لو الناس بتاخدها إنه زي مثلا ما الأطباء بينصحوا بالمشي، لو أخدوها على كده على إنها ستايل أوف لايف لفترة معينة هتمشي الدنيا، لكن هو حاسس إنه مريض ومحتاج ده. واحدة ممكن نقول إن العلاج الطبيعي قبل 10 سنين كان حاجة، والعلاج الطبيعي دلوقتي بقى حاجة تانية خالص. بالذات الناس الابديتد اللي هم دايما متابعين نفسهم وبيطوروا نفسهم. العلاج الطبيعي في كل الدول، سواء امريكا او كندا او انجلترا، وحتى جزء كبير من الدكاتره اللي شغالين بيه في مصر اللي ماشيين على البروتوكولات الابديتد، لا بالعكس، هو العلاج له بيبقى مؤلم ولا بيبقى مكلف ومش بشكل منتظم. لان خلاص الناس بطلت موضوع ان انا اروح بشكل منتظم وافضل متابع على الجلسات وفتره وكده، لان معظم العلاج الطبيعي بقى بيتقال كنصايح وبقينا قادرين نعمله في البيت، الا طبعا في حالات الاكيوت فيز او اللي هي الحالات الحاده اللي انا محتاجه متابع معايا في العياده اول فتره عشان اقلل الالتهاب او الالم او او او, أو غيره. انما الباقي بيبقى حاجات فيها بيشنت اديوكيشن، انا ازاي اعلم المريض يعمل ايه ويحافظ على نفسه ازاي ويمنع اي اصابه او اي تدهور ازاي، وبيعمله في البيت. وده الهدف العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي في الاصل اصلا تكلفته قليله، فهو بيهدف لرفع كفاءه المجتمع، ان المجتمع ده يبقى صحيح حركيا وصحيح نفسيا. بعد الموبايل واللاب والقصص دي ده اكبر مشكله. رقبه واختناق في الرزغ على طول بشكل مستمر. ازاي بقى يا دكتور؟ احنا قول لي كده شويه نصايح نعملها، اصل انت مش تقدر تقول لحد ما تستعملش اللابتوب. اذا في ناس شغلتها على اللابتوب طول الوقت مش تقدر تقول لهم كده، مش تقدر تقول لحد ما تبصش في الموبايل، نقلل الساعات. تحديدا الاطفال بقت مشكله اكبر من الكبار. انا دايما بشوفهم الناس جايه تيجي تقول لي ايه، ابني او انا على طول بستعمل التليفون، او انا شغلي مكتبي وقاعد على طول على اللاب، اعمل ايه؟ قالوا لي ابطل اعمل الحاجات دي. طب هل ده عقل؟ يعني انا هو حد حياته كلها واكل عيشه ودنيته لازم يفضل يعمل كده، فان انا امنعه ده مستحيل، ده غلط. طب الابحاث قالت اصلا ان الباد بوزيشنز او اللي هي القعدات الغلط مالهاش دور حقيقي في ان هي تعمل لي ايه مشاكل، يبقى انا عندي مشاكل تانية بتؤدي للحاجات دي. الا وهي رقم واحد اشخص المشكله صح وبالتالي اتحط لها المشكله. طيب نقول بقى ان معظم المشاكل اللي بتحصل بتبقى نتيجه ضعف العضلات اصلا وقله الرياضه عند البني ادم ده او عند الشخص العامل ده او الشخص الطفل ده او كذا، بيكون في حاجات تانية بتكون تحت هي اللي بتؤدي ان الشخص ده بيجيله اصابات وتربط بعد كده على ظلم يعني للايه، للقعده الغلط. بمعنى اخر، لو احنا حافظنا على نمط حياه صحي من اكل كويس لرياضه بشكل منتظم كشف بدري لما المشكله تحصل لي، في العاده انا مش هخش للقصه دي ان انا اوصل ان عندي الام او عندي كذا من قعده اللاب او قعده الكمبيوتر او ماسك التليفون، ولان برضو ناس كثيره جدا بتمسك التليفون وتمسك اللاب وفترات طويله واطول من اللي بيشتكي، في العاده برضو ما بيشتكيش. فبمعنى اخر ده تفكير استعداد. ده تفكير خطا. نظاره غلط على نفسها. نظاره غلط. يعني انا النظاره غلط مقصود بها فهم غلط. ايوه ملاش علاقه. خليني اقول لك يا دكتور، العلاج الطبيعي والروماتويد، المريض الروماتويد بيبقى جسمه زي الازاز. لو علاج طبيعي غير مدروس معاه هيكسر، كارثه، هيدمره، كارثه. والهشاشه
ونفس ازاي الكلام. ازاي بقى الجزئتين دول ناخد بالنا منهم قوي؟ هل انا المفترض مثلا عندي شويه الام او تغيرات في شكل عظمي وكده، فرحت اعمل علاج طبيعي من غير ما اروح اشخص نفسي ان انا اشوف عندي روماتويد ولا لا، عندي هشاشه، نسبه الهشاشه بتزيد ولا لا، وتحديدا عند السيدات المرضين نسبه كبيره. انت بتروح يعني عند دكاتره الروماتويد ترى انها عياده نساء، انت ما بتشوفش رجال الا قله قليل، يعني من الامراض النسائيه الهشاشه الامراض المناعيه عموما. عموما بقى مش الروماتويد ده واحده فيهم، والامراض اللي لها حمراء والامراض اللي ليها دعوه الحمل بالسيستماتيك بقى كلها، سواء الهشاشه وغيرها. ايوه في العاده صح، معظم المصابين سيدات وكبار في السن بعد ال 45 50. ليس بالضروره، بس ليس بالضروره، لان معلش يعني الروماتويد من الامراض الوراثيه، والعامل الوراثي بيشكل نسبه ولا يكتشف. يعني الاجيال اللي قبلينا ما كانش عارف ايه هو روماتويد، كان الناس تقعد تقول لك ده جالها ابو عواجه، ده مش عارف عمل لها حصل لها ايه. فعلا بعد فتره اكتشف ان هو مفاصله شكلها بيتغير وليه بيحصل معاه كده. عموما بقى العلاج الطبيعي الشاطر لازم بيعرف المريض بتاعه والمريض اللي مش بتاعه. المريض اللي بتاعه بقى هو بيكون عارف ازاي، هو فاهم دوره في المرض وعارف ان هو ما بيشتغلش لوحده، هو بيشتغل مع مجموعه كبيره من التخصصات. فبالتالي العلاج الطبيعي دوره في مريض الروماتويد مثلا، وهو مش شخص روماتويد معروف ان هو روماتويد، بيكون دوره واضح جدا في ان هو عايز ياخد باله ان لو عنده تيبس يبدا يلحقه، ان هو ما يتطورش ويقدر يجيب اللي او يحسن اللي عرف يحسنه منه، عضلاته ضعفت يبدا واحده واحده يعرف يقويها تاني بحيث يقدر يخليه ما يفقدش جزء من وظيفته او وظيفته كلها. لو عنده الام نتيجه الروماتويد ده يقدر واحده واحده ان هو باجهزه العلاج الطبيعي او بالتكنيكات بتاع العلاج الطبيعي، او بان هو يعلمه ازاي يتحكم في الالم ده بحيث ان الالم ده يقدر يعيش حياته بجوده احلى، ده لو هو اثبت ان هو فعلا مريض من المرضى دول. فبالتالي مريض العلاج الطبيعي لما بيخش مركز العلاج الطبيعي او عند دكتور العلاج الطبيعي، لازم الدكتور يبقى قادر ان هو واحده واحده يشخص، ولما يلاقي حاجه مش باينه او محتاجه تحاليل او محتاجه اشعاعات او محتاجه تخصص اخر يحولها للتخصص اللي شاك فيه. أيوة. يقول له روح لكذا او لكذا او لكذا. لسه الازمه مشكلتك عند ما بين دكاتره العلاج الطبيعي ونقابه الاطباء ولا حلت؟ والله هو المفروض جزء كبير منها اتحل، يعني جزء كبير منها اتحل، وكان معظم الازمه بقى عندكم نقابه ولا لسه؟ لا لحد من زمان ده بجد بيجي اكتر من 30 سنه كمان وما بتنتقموش بقى. لا 30 سنه لا لا ده لا اقل بكتير. انتوا كان عندكم مشكله مع نقابه الاطباء؟ هو كان في مشكله ما بين المسميات، ما بين قسم الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي وما بين قسم العلاج الطبيعي. لا والكليه ما بينهم الكليه كمان كلية العلاج الطبيعي بالظبط. كان في مشكله في انشاء الكليه نفسها، وان يبقى ان القسم يتلغى وان يبقى كلها منفصله زي كليه اسنان او صيدله او طبيب. هو تقريبا في جامعات كثيره ما عدا الاسكندريه ما زالت. هو عموما الحكومه كعلاج طبيعي تقريبا هم كام جامعه معدودين، يعني القاهره وبنها وبني سويف بني سويف ايوه، وفي تقريبا اتنين كمان مش فاكرهم بصراحه. دول الحكومه، الباقي خاص. الباقي خاص، بس هو من فتره طويله انا مش فاكر طبعا كام سنه، خلاص طلع القرار بالفصل. وده كان محكمه اداريه عليا، يعني خلاص قرار نهائي الفصل ما بين قسم الطب الطبيعي وما بين قسم العلاج الطبيعي، وان ده مختص بامراض معينه وعلاج معين، وده مختص بامراض معينه وعلاج معين، وفصل دول كل واحد فيهم بشكل لا يختلف عليه، يعني اتنين. ومن ساعتها النزاع وبعد يعني خلي بالك، يعني اصل العلاج الطبيعي ما بيروح بيدخلوش ب 50%، يعني بلاش العلاج الطبيعي. تنسيق السنه اللي فاتت كان بالظبط، يعني زي التمريض برضه، بس دي من المعن. تنسيق السنه اللي فاتت كان معدي صيدله. طيب يعني يا جماعه، وليه بيدخلوه في الخاص؟ لان هم عارفين ان عندهم مستقبل في العمل، هو كمنتج بيطلع يشتغل، غير تخصصات كثيره جدا منها الصيدله مثلا. احنا عندنا ركود غير عادي في التخصص. هو في قانون بسيط، اي حاجه كترت بتبقى يعني الندره لما بتتشال خلاص القيمه بتقل. ده بالفعل، وتحديدا ان التخصصات ما بتعملش اد فاليو، ما بيعملوش لنفسهم حاجات جديدة. يعني احنا الصيدلة لما لقيت الدنيا كده اشتغلوا كلينيكال. اعتقد ان مع زيادة العلاج الطبيعي لازم يشوفوا حاجات جديدة في التخصص نفسه. وده بدأ يحصل فعلا. العلاج الطبيعي ما بقاش دكتور علاج طبيعي بس،
كان زمان دكتور العلاج الطبيعي هو اخصائي علاج طبيعي، دلوقتي لا، اخصائي علاج طبيعي اخصائي علاج طبيعي اعصاب، اللي شغال تغذيه واللي اشتغل علاج طبيعي نساء، اللي اشتغل علاج طبيعي اطفال، اللي اشتغل علاج طبيعي تخصصات كتير بقى، قلب مثلا وتاهيل القلب، بقى تخصصات، وبقى كل دكتور بيحضر في حاجه ويكبر فيها ويكمل فيها، ما بقاش زي الاول كله. ففعلا تخصصات دقيقه، حضر في حاجه وبيكبر فيها وبيتخصص في كذا كذا كذا، وبالتالي بقى الموضوع يعني زاد من كفاءه وجوده الدكتور وزاد من جوده العلاج اللي بتقدم برضه. انت مع يعني ان يطلق عليه دكتور فلان ولا معالج في العلاج الطبيعي صراحه؟ هو كلمه دكتور دي طبيب، كلمه طبيب لا، لان هو مش طبيب، ما خرجش من كليه الطب، الطبيب ده اللي بيتخرج من كليه الطب البشري. انما كلمه دكتور دي بتطلق على اي، دي بتبقى حاجه عرفيه، يعني مثلا اللي حصل على شهاده الدكتوراه وهو خريج اداب استاذ دكتور، استاذ دكتور كذا، والدكتور الفلاني الدكتور هو دكتور في التخصص. ايوه كذا. الطبيب هو الحكيم. ايوه كذلك اللي صيدلي بيتقال له دكتور، الاسنان بيتقال له دكتور، رغم ان مثلا التمريض في وقت كتير بيتقال له دكتور. فكلمه دكتور دي لفظ عرفي، فطبعا اي حد من حقه انه يتقال له الكلمه دي ما دام العرف اثبتها له. انما كلمه طبيب لا، دي مش من حق حد غير خريج طب بشري واللي هو بيمارس مهنه الطب كايه، كطبيب، فده امر مفروغ منه يعني. طيب قولي حضرتك النصائح اللي انت بتديها لنا. يعني انا عندي هنا كوظيفه عندي امراض مهنه، وهي قعدتي دي نفسها في حد ذاتها زاويه مستقيمه 90 كده لمده ساعه 2 3، ده دلوقتي بقى ساعه 2 3، انما زمان كنا بنشتغل مثلا بالست ساعات على الهواء مباشره. دي من امراض المهنه كاعلام، لكن في مهن اخرى عندها برضو نفس الامراض. ايه النصائح اللي تقولها لنا علشان نحمي نفسنا من امراض العمود الفقري والفقري واشياء كثيره؟ ولكل مقام مقال، يعني احنا لو كل حد بعينه فصلنا عليه بقى احسن، بس احنا ممكن نديها بشكل عام. امراضنا طيب يا دكتور، احنا نظر وعظم والمهنه بتاعتنا عندها حاجات كتير. اولا خلي عادتك مرتاحه، يعني صعب، لازم صعب، لان دي مواصفات معينه حضرتك. طب ما ينفعش ده السيتنج نفسه يتغير؟ حتى لو تغير انت لازم تبقى بزاويه مستقيمه وتبقى راسك مرفوع، دي كده يعني اشياء اتعلمناها، لكن انا ما اقدرش اقعد كده. ولا ينفع تغيري شكل الظهر ولا حتى لو حتى مهما غيرت خلاص يبقى الحل التاني يعني. انت قاعد كده يا دكتور صعب حضرتك، حتى وانت ضيف انت عامل ايه؟ انا متوتر فقاعد قاعده مختلفه بالظبط، قاعد مش براحتك يعني، قاعد احتراما لهذا المشاهد الذي يتلقى هذه الرساله، فغصبا عنك هي قواعد مهنه. فقولي بقى حضرتك انا عشان اعمل ده خلاص، بما اني مش قادر اغير البوزيشن والسيتنج وشكل العمل، يبقى اغير نفسي ازاي؟ احمي نفسي بقى، ازود من كفاءه والريزيستنس بتاع جسمي نفسه. بمعنى اخر انا عايز عضلات قويه بشكل مستمر، يعني بلعب رياضه، رياضه لو بسيطه مش لازم جامده، يعني انا لو 3 ساعات في الاسبوع كله حاجات جنرال عاديه خالص، هتبقى في جيم، مش لازم اروح انزل سباحه مثلا ولا العب رياضه معينه، انا لو بس 3 ساعات او ساعتين في اسبوع يومين اجازه حافظت فيهم على عضلاتي وتمارين جنرال عاديه خالص، ده لوحده كفايه. لو بدات تحصل لي مشاكل ما سيبهاش في ساعتها الحقها، يعني انا بيجي لي الم في رقبتي والجرس بدا يرن ان في مشكله بدات تتكون هنا، ما سيبهاش بالسنه وبالاثنين لحد ما تبقى مشكله حقيقيه واروح اكشف. لا، ممكن في الاول الموضوع يبقى بسيط خالص، بمجرد دواء بسيط او بتكنيك بسيط او بحاجه بسيطه او بنصيحه مجرد بس تصلحها خلاص الموضوع خف، فبلحق الموضوع من اوله وما بستناش لحد لما يبقى ايه مشكله كبيره. المحافظه على نظام صحي، دايما اكلي صحي، ولو بوظت ما ببوظش فترات طويله، وزني ما بسمحش بيه انه يعدي الايه الحته المسموحه. انا لو حافظت على هيئتي وحافظت على النمط الصحي بتاعي وعضلات نوعا ما كويسه، ولما بتحصل لي مشكله بلحقها بدري بدري في العاده، حتى لو وظيفتي متعبه، لان في وظائف متعبه اكتر من كده بكتير وبيعيشوا كويسين طبعا، صح؟ فبالتالي انا ممكن اخد الموضوع من بدري فما اخشش في الموضوع ده. دكتور نورتني وشرفتني، سعيدة جدا بتواجد حضرتك. ونصائح يا جماعة، العلاج الطبيعي شيء مهم جدا، بيؤتي بثمار جيدة، مش من أول جلسة،
لكن مع وجود جلسات متكررة وإصرار على إنه الكسر والأمراض العظام دي حاجة مؤلمة جدا على فكرة، ودواها صعب جدا، له تداعيات على المعدة وعلى النفسية وعلى أشياء كثيرة. فعلينا إن احنا نحاول باسمه، اسمه علاج طبيعي، فنبدأ بالفعل بشكل كبير. نورتني يا دكتور، شرف لي. شكرا. شكرا. كده وصلنا للختام، وخير الختام يا باقي استر لنا الباقي، فاصبر لها لعلها ولعلها ولعل رب العباد يحلها. من العاصمة الثانية الإسكندرية كانت معكم أمل صبحي.